اتحاد الكوره دايما بقول هو الجامعات العموميه انتخبت خلاص ونهايته 2024 الفتره الزمنيه ولا نمتلك حق كل شويه اللي عايز الوزير ما بيحلش اتحاد خالص اللي بيحل الجامعات العموميه والله يعملوا برنامج بسيطه ان انا مش بالاعلام ومش بالكلام لان انت اللي بتديك صوت واحنا بنديله بنشرف عليه بنسمع يعني الموضوع جمله بسيطه بس موضوع عارف بتقول ايه مش كده خلاص انا يسأل اي حد يعني كده. طيب احنا بنتكلم على التطوير بيكون دايما زي بيرسم لوحه هندسيه تطوير كيس اللوحه عندك مربع بتحط مربعات او دوائر وبعدين تلحمها في بعض وتطلع باللوحه الهندسيه العماره اللي انت عايز تعملها وبتربط ما بينها قبل الصوره وبتربط ما بينها لازم تبقى عارف مفرداتها رايحه فين او الميكانيكي اللي بيفك العربيه كلها تروح تلاقي بس مش مفكها زي اسماعيل ياسين في الطيران لما خدت الطياره مش عارفها لا ده انت هتلاقيه فاككها كلها وعارف هيركبها لان فاهم صوت الموتور اللي عارف فيه ده اللي فاهم شغله راح فين ما بيقلقش لكن يلا انت لما بتفك مش عارف او مش هيعرف يركب او حد بياخد منه القطعه دي خليها عشان ما يركبهاش لكن عارف برضه حتى القطعه دي وده طبيعي جدا لاي عمل انساني مفيش شرايكه او مفيش رابطه فكله بيشتكي بعضه بشكل او باخر لكن برضه عارف من غير ما يبقى فيه مشاحنات ولا اخره دورك انت وفين وازاي بشكل كبير وده دور مديريات الشباب والرياضه وراء وزاره الشباب بشكل كلي بشكل اجمالي يعني وتتحمل